نركز معاهم النهارده ان الحول مش بس شكل تجميلي، لا الحول كمان الاهمال فيه بيأثر على النظر. يعني احنا مش احنا كدكاتره بنخاف من الحول ان احنا نسيبه، مش عشان شكله والتنمر والحاله النفسيه بس، لا ده كمان بيأثر على النظر بتاع العين. يعني لو عين حوله لسنين طويله ممكن العين دي النظر فيها يروح وما نعرفش نرجعه تاني. اوكي مش يضعف، النظر يكسل، يعني المخ ينسى ان في عين يمين، المخ يتربى ان انا عندي عين واحده. فالمخ لو انطبع عنده الانطباع ده يبقى انا مش هقدر اصلحه ولا اغير له الفكره دي. عشان كده دايما نقول ان الحول لازم نفحص كويس جدا، نعرف ان النظر ضعيف ولا لا، نعرف وراه مشكله ولا مفيش وراه مشكله زي ميه بيضاء او مشاكل في قاع العين. لازم نعرف كويس جدا ان الحول ده يتعمل في سن صغير مش في سن كبير. كل ما نعمل الحول بدري كل ما المخ ما يلحقش يكون فكره ان عيني دي مهمله او عيني دي ما بتشوفش. ببقى عايزه اتكلم في نقطه مهمه جدا، معرفش حضرتك ممكن هي مكلكعه شويه بس انا عايزه اتكلم فيها. يعني احساس ايه الانسان او الطفل، احنا عايزين نوصل للناس المعلومه دي. احنا بنشوف بس، يعني الانسان دايما يقول لك ايه، لو حد حزين معلش بس هو مش حاسس بحزني. احنا بنشوف ان العين دي كده ودي مثلا خارجه يمين داخله جوه، مظبوط، بنشوفها بنقول ده حول، لكن الشخص بقى اللي عنده الحول ده هو الرؤيه بتاعته بتبقى ازاي؟ انا دي نفسي اعرفها. هو اكبر اعراض الحول بتبان لما يكون الواحد كبير وفاهم يعني ايه نظر، يعني ايه انا شايف. فانا دلوقتي حاسس ان عيني باصه في حته غريبه، او انا شايف الصوره ازدواجيه، شايف صوره وجنبها خيال. ده الكبار اللي بيشتكوا من الحاجات دي، انما الطفل بقى تخيلي لسه بيتعلم يشوف وبيشوف كل حاجه ملخبطه. يعني الطفل لو عنده حول داخلي ونظره ضعيف ممكن يبقى شايف الترابيزه دي ابعد من مكانها، ممكن يبقى شايف الارض كان فيها سلمه، ممكن يبقى شايف يعني لما دي يجي الرؤية يذاكر بتاعتها. لما يجي يذاكر يبدا يشوف السطور في سطر يتوه منه، يعني يجي يقرا يتوه منه سطر وهو بيقرا، يجي يكتب ما يعرفش يمشي على السطر، لان هو لسه بيتعلم ازاي تقدير المسافات والوظيفه دي عنده متلخبطه. ما بيشتكيش بقى وهو طفل كمان قبل ما يقرا فمش ويكتب. فاهم، هو فاكر ان هي دي رؤية شوف صحيحة حضرتك وهو بقى واحد متلخبط. لسه بيتعلم يمشي وبيعرف يعني ايه ارض ويعني ايه حيطه وباب، وياخد يعني المقاسات الابعاد بتاعتها ومش شايف، فيقوم خابط في الباب، تلاقيه كل ما يمشي يقع، تلاقيه عصبي بقى. في يا قلبي، طفل يعني تلاقيه خايف هما ده يمشي. كله احنا بس بنشوف ان دي عين مش في مكان العين، ده لكن في طفل هما حضرتك يبقى خايف بيبقوا يمشي، تعبانين، يبقى خايف يتعلم بيبقى خايف المشي لان يمشي. هو مش قادر يوزن نفسه وهو واقف، فكل ما تيجي تمشيه يروح قاعد، فيفتكر عنده نقص كالسيوم او عنده مشكله في رجله. طب احنا معانا صورة مثلا، ده يا دكتور يعني ده بيكون شايف ازاي؟ يعني يكون شايف الطفل ده شايف صورة مظبوطة بعينه الشمال، أو والعين اليمين جايبة صورة فوقيها وجنبها، يعني جايب لها خيال للجنب والفوق، يعني لو فشايف الصورة حضرتك يبقى انا مزدوجة. شايفه حضرتك مثلا وشايفه حاجه خيال جايه جنب، عليك، خيال. بالظبط. يا حرام، فتيجي احنا مش تديله حاجة فاهمين ده يلعب كله. بيها، أو يجي يبص على حاجة في الأرض وهو ماشي أو كده، يبقى شايف الحاجة كأن في الأرض في سلمة قدامه، ممكن يجي يحرك رجله يقع. بس النتيجة ما شاء الله. بص، نتيجته كده الموضوع سهل وبسيط. انا نفسي ان الفقرة دي نفضل نتكلم على الحول كل يوم اصلا، يعني الحول ما لغاية ما يخلص الناس كلها تعرف طبعا، ان الموضوع ده ليه حل وبسيط. وخصوصا انه بيجي في طفل مش عارف يشتكي. ده حول طفل، دي مهمة قوي ان الطفل مش يا قادر يقول. خراشي على العيون الجميلة اللي بص، حتى الشكل غيره الشكل تماما. شوفي حضرتك بعد العملية لما تيجي الام تقول الطفل بقى بيضحك وبقى نفسيته احسن وبقى بياكل هي كمان شايفة ابنها جميل. وما بيعيطش كتير وبطل عصبية. في ناس تفتكره فرط حركة، تفتكروا عصبيه، يروحوا المخ واعصاب، يروحوا لدكاتره عظام. كل اعراض الحول بتدي اعراض الطفل بيتكون ومش قادر يعيش الحاجات اللي حواليه. يعني هي شايفه ابنها مش طبيعي، ولكن هو اصلا من الرؤيه الغلط دي فهو مخنوق عصبي جدا متعصب. وخايف يتحرك وكل حاجه ما بياخدهاش.